Mantın. وانا علي ما عم ترد. ليه هيك؟ ولا انشغل بليلة عن جد. الو. ايه ماما، شو صاير معكم؟ ليه ما عم تردي؟ مو صاير شيء امي، مو صاير شيء. انا وحازم مشغول بالنا عليكم، عم بتصل فيكم وما عم تردوا. هو قال انه حكيكم وكنتوا مكركبين شوي، في شيء؟ ايه ابوكي هو فايت على البيت وتعركش بالكنبايه، وقع، بس الحمد لله ما صار له شيء. والله بابا تفركش؟ طب باشي بدكم نجي لعندكم؟ لك امي عم اقول لك ما صار له شيء، لسه هلا رجعتي على بيتك، شلون بدك تطلعي منه؟ اكيد ما صار له شيء ماما. لك ما صار له شيء، ما صار له شيء. بعدين تعي لاقول لك، لا تضيعي سيري الاساسيه. انت وين كنتي؟ ليش هيك عملتي؟ هيدا الموضوع بده حكي مطول، ببقى بقول لك على رواق. هلا انت روحي اطمني على بابا وخليك حده. وطمنيني شو بصير. سلمي لي على حازم. ايه اوكي حبيبتي، يلا مع السلامه. الله يسلمك. شو قالت لك؟ قالت لي انه بابا تفركش ووقع، بس الحمد لله ما صار له شيء. نحن لازم نروح نطمن عليها. بس ماما قالت انه شغله عابره بسيطه، يعني ما صار له شيء ابدا. عم تقلك هيك مشان ما ينشغل بالك عليه، بس نحن لازم نروح نشوفه ونطمن عليه. أبوكي بتعرفيه يعني ما حيحكي. شو قلتي؟ طيب معك حق، بس خليني أخذ الأولاد معي. ناخذهم معنا، أنا رح خليهم يحضروا حالي، أنت حطي حالك. بس تيجي بالك على البيبي ها.